السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نبدأ شغل في برنامج السينكرو لازم أبدأ أدخل الموديل بتاعي وأدخل الجدول الزمني. ممكن الجدول الزمني تكتب أنت المعلومات اللي أنت عايزها أو تاخدها كوبي من أي برنامج من البرامج. فأروح لفايل وأقول له إن أنا عايز أعمل إمبورت، ولا عندي مثلا ممكن أستعين بملف XML. اقول له انا عايز الاسكادول اهوت واقول له اوبن، فبيقول الفايل نيم وبيبدا يقول لي ايه الحاجه اللي انت عايز تعمل لها امبورت او سكيب، واقول له امبورت فيبدا يدخل لي المعلومات. يظهر معايا بالشكل دوت. ادوس تراجع وممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل امبورت، وتقدر تختار مثلا ملف البرومافيرا وتربطه بالبرومافيرا. تمام، هتحتاج ان انت تديله يا اما داتابيس يا اما فايلز، وتختار ملف XML بتاع البرومافيرا ويبدأ يدخل معاك عادي بدون مشاكل، او ممكن تختار ملف ال IFC ويبدأ يدخل معاك، او 3D. نقول له احنا عايزين مودلز ونبدأ نختار مثلا الاركتكتشر. ممكن تختارهم كلهم لو انت حابب، انا دلوقتي بس اختار اركتكتشر اهوت. بيقول لك read the unit information، اكيد read 3D text annotation و process user field، وعندك ignore wireframe 3D object لو في عنصر wireframe هتجاهله، حمل لي الملفات. طب اقول له next. طب هنا لو انت عايز ترحل الشغل او تعمل له روتيت او تعمل له سكيل، انا اخليه زي ما هو. يبدا يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له فايل امبورت وتبدا تشوف الاكسل مثلا، تقدر تدخل معلومات من خلال الاكسل او بروجكت وايز بروجكت.